عرشة مكتبتي بمدينة العين. سيد المكتبة تأسست عام 2010 شهر 4، وبشرنا العمل بشهر 7 بمساحة 2500 متر مربع، تضم 30 عامل، وتزاول نشاطات عديدة من بائع الكتب والقرطاسية والأدوات المدرسية والأدوات الرسم والحاسب الآلي، نشاطات تجارية. طبعا احنا عندنا البيع التجزئة والمناقصات والعقود عقود سنوية مع الدوائر مثل الشرطة، الجوازات، البلديات والجامعات ومدارس أبو ظبي والعين. شاركنا بعدة معارض، من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، معرض العين الدولي للكتاب، معرض مسقط، وبعض المعارض الداخلية للمدارس والجامعات بمدينة العين وأبو ظبي. منذ تأسيس الشركة وبدأ العمل الفعلي بالشركة تم استعراض بعض البرامج الحسابية، وتم اختيار ترو دي ار بي، وذلك لتلبية حاجة العمل أو مجال العمل والنشاطات العديدة التي نقوم بها. الوحدات المستعملة، المحاسبة، المقدور، المشتريات، المبيعات، نقاط البيع، الأصول الثابتة، إدارة علاقة العملاء، الرواتب، شؤون الموظفين، الحضور والانصراف. يتميز برنامج الترو اي ار بي بسهولة الاستعمال والتنقل من شاشة إلى أخرى دون الحاجة لإطلاق الشاشة الرئيسية. سهولة الحصول على المعلومات والفلتر من خلال تحديد الفترة الزمنية حسب التواريخ المطلوبة. والميزات الأخرى سهولة فلترة البيانات وتصدير الملفات الخارجية إلى إكسل أو تكست فايل أو بي دي إف، عملية تصميم الشاشات، وذلك حسب حاجة المستخدم، لكل مستخدم حاجة ببعض متطلبات عمله، سهولة الاستخدام والتطبيق، وذلك لا يحتاج إلى فريق أو الدعم الفني أو المبرمجين من خارج الشركة، تستطيع الحصول عليه عن طريق فريق الاي تي الموجود بالشركة. وفي حال طلب بعض التعديلات أو إضافات جديدة على البرنامج ترو اي ار بي يتم من خلالها ارسال الطلب الى الشركه الام، ومن ثم يتم تحديد فتره زمنيه لتسليم ما تم طلبه. بالنسبه لمستويات اعطاء الصلاحيه الاكسس ليفل، يوجد هناك عدد مستويات، خمس مستويات، وذلك لاعطاء الصلاحيات حسب الوظيفه او حسب الموقع الموجود، ما بيساعد على تأمين حفظ وسرية البيانات خاصة بالشركة. أما بالنسبة لعملية تصميم الشاشات، وذلك حسب حاجة المستخدم، لذلك ما بيساعد على سهولة الاستخدام وسهولة الحصول على المعلومات بوقت أقل وبدقة عالية. بالنسبة لتصميم التقارير وتعديل التقارير حسب حاجة العمل، من دون حاجة رجوع أو تدخل المبرمجين، وذلك من خلال قسم الاي تي الموجود بداخل الشركه. وذلك ما يساعد في سرعه ودقه العمل. اما بالنسبه للدعم الفني فهناك تجاوب سريع من فريق العمل المتكامل، فريق عمل تو اي ار بي، وحل المشاكل فتره زمنيه قصيره، وبمجرد الاتصال يتم الدخول على السيستم ومعالجة عن بعد المشاكل عن بعد. أنا كمدير الشركة أنصح بزيارة الموقع الإلكتروني أو الويب سايت لترو اي ار بي والاطلاع على البرنامج، وأكرر لسهولة ودقة البرنامج اي ار بي وخاصة الدعم الفني السريع، وذلك أي عمل يتطلب السرعة وتلبية الاحتياجات السريعة، وذلك إذا كان في مجال التجزئة
لذلك يتطلب سرعة في الأداء والعمل. وترو ترو ترو اي ار بي من البرامج الضخمة والسهلة في نفس الوقت.